قليل أن المشير ليس هو رجل المرحلة، على الرغم من أنه هناك حديث عن ربما تهدأ الأجواء حينما تقبل استقالة عصام شرف وتشكل حكومة من دكتور أبو الفتوح ودكتور البرادعي، فربما هذه الأشياء تهدئ من الوضع، أم أن الرحيل هو الخيار؟ لا لا، الرحيل، الثورة لا تعرف الآن أنصاف الحلول. الثورة عادت إلى الميدان، ومن يقمع هذه الثورة فهو آثم قلبه. من يقمع هذه الثورة لا يستحق أن يكون مصريا. من يحاول إقماع الثورة؟ يعني أنا عندي اعتراض على موضوع الفلول، يعني لم نجد خطابا وطنيا يوحد الجميع، لن نجد يعني الجميع غير قادر على التواصل مع الشعب لأنهم ليسوا رجال المرحلة. مفيش خطاب وطني يؤلف ويوحد قلوب المصريين، مفيش للأسف، مفيش إجراءات وطنية من شأنها أن تهدئ، أن تقول لهذا الشعب يعني أن الثورة في اتجاهها الصحيح. هم استلموا يعني استلموا مصر في وقت كان الشعب معبأ، كان الشعب قادر على فعل المستحيل، وأقولها الشعب المصري قادر أن يحلق بعيدا عما هو فيه. ولكن أليس برضه هو نفس الشعب الذي استقبل الجيش بالحفاوة أيام الثورة؟ هذا الاستقبال الذي لن تنساه على الأقل عدسات الكاميرات. وأنا أقول لك يعني هذا الشعب استقبلني بهذا المنظر وأنا من الجيش. استقبلك لأنه يرى أنك ضد ما يحدث الآن. الجيش المصري ضد ما يحدث الآن، معظم ضباط الجيش المصري ضد ما يحدث الآن. يا جيش مصر، يعني أفيقوا 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 أيها الضباط، أفيقوا. ما بياخدش الروح اللي خلقها، صدقوني ما بياخدش الروح اللي خلقها. يعني يجب أن تكون مصر في مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد في هذه التغطية الإخبارية لما يحدث في ميدان التحرير. وكان معنا على الهواء مباشرة الزميلة ضحى الزهيري، وكان هناك حوارا مع أحد أفراد الجيش المصري وتصريحات يعني قد تبدو يعني خطيرة. فالجيش المصري ضد ما يحدث الآن، ويعني هو ينادي كل ما هو مصري أن يعني ينتفض لما يحدث الآن في مصر. يبدو أن هناك يعني موجة ثانية من ثورة جديدة في الشارع المصري، والأحداث تذكر بما كان يحدث في الثورة الماضية.